بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين، وعن آل بيته الطيبين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وكرمه وواسع رحمته، إنه أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، وافتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين وأوليائك العارفين. وبعد، حياكم الله أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، واللقاء معكم يتجدد من خلال برنامجكم رؤياك. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة، ثم نقوم بتوثيق الرؤى، ثم بعد ذلك نقوم بتفسيرها وتعبيرها، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه. حياكم الله من جديد. في الحلقة الماضية تكلمت عن بعض المفردات الخاصة في مجال التفسير والتعبير، والتي فيها بشارات بالفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، وزوال الهم ورحيل الغم، وخاصة فيما يأتي في سياق القرآن الكريم مع بعض السور أو مع بعض الآيات التي جاءت هنالك أحاديث في فضلها، كما هو الحال في قول الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو دعاء يونس عليه السلام. أو في قول الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إلى آخره. معنا اتصال، تفضلوا. حسين تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضلي يا أم حسين. شلونك شيخ؟ الله يحفظكم يبارك بكم، الحمد لله رب العالمين، حياكم الله. الحمد لله شيخ. أنا أحلام دائما تجيب يوم أطولة. نعم، أحلام بها تجي دائما تجيب من أدنى ماي. نعم. إي، وهذا يعني دائما حلمت هذا الحلم الثاني. نعم. جاء أنا يعني واقفين قاعدين بالحلم، جاء رجال لابس أبيض. نعم. فكل من صار يعني واقفوا القاعدات، هو الشيخ يعني لابس كله أبيض بأبيض. نعم. مدير النساء بس عادي صاحني. نعم. قال لي يعني أنت بس أنت تعالي، أنا من رجعت يمك حط قلادة بركبتي. نعم. إي لبسني قلادة. قلادة، نعم. إي فقال لي هاي القلادة هاي تخلينها بركبتي، هاي القلادة أمانة بركبتي. بأيهم أنت أسألك على هاي القلادة، يعني أنت تعطيني إياها تحافظين عليها. نعم. إي هذا هو يعني هو يبقى يعني بالحين ما أنت شفته وجهه، قال لي بعد يعني قاعد تسوي الحلم. نعم. طيب يا أم حسين، خير خير إن شاء الله، إن شاء الله تسمعين الجواب. يا مرحبا، حياكم الله، حياكم الله. نعم. فقلنا أحباب الكرام أنه في سياق القرآن الكريم في كثير من السور والآيات جاءت هنالك بشارات بالفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، وزوال الهم ورحيل الغم. وقد جاءت أيضا أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في فضل وفضائل بعض السور وبعض الآيات، منها مثلا دعاء يونس عليه السلام الذي ذكرناه في الحلقة الماضية، أو مثلا دعاء أيوب عليه السلام، ودعاء الأنبياء بصورة عامة الذي جاء في سورة الأنبياء أو في سورة مريم أو في غيرها من السور، في دعاء إبراهيم عليه السلام أو دعاء إسماعيل عليه السلام أو دعاء يعقوب عليه السلام أو دعاء يوسف عليه السلام أو موسى عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا. فلا حرج على المسلم أن يدعو بالأدعية المأثورة في القرآن الكريم التي وردت في القرآن، أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحين ترى في الرؤيا أنك تردد سورة من القرآن الكريم دون غيرها من السور، أو آية أو آيات من القرآن الكريم دون غيرها من الآيات، فيكون لذلك دلالات في مجال التفسير وفي مجال التعبير، خصوصا إذا كانت هذه الآيات التي ترددها هي عبارة عن دعاء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فإن لم يكن عندك ذرية، أو أنك تسأل الله عز وجل دائما أن يزيد ذريتك من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، فترديدك لهذه الآية هو إشارة لك أن تستعمل هذا السلاح
الدعاء سلاح المؤمن، والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أو أنك تكثر من الدعاء فهي بشارة لك بأن الله سيستجيب لك دعائك. نعم معنا اتصال. ألو. أحمد تفضلي من صلاح الدين. وعليكم السلام. تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تفضلي يا أم أحمد. أم أحمد. نعم تفضلي. شيخ أنا قبل فترة شفت رؤية. نعم. بالحلم جاني واحد وقالي قرآن. نعم. وفتحت القرآن كان على سورة الفاتحة. طيب نعم. فقرأت سورة الفاتحة على ما خلصت فيها للأخير صحيت من الدنيا الفجر الآذان. نعم. وأنا يعني أنا زوجي مفقود. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله يفرج عنا فرجا عاجلا قريبا. نعم. إيه حضرت الشيخ خير لهذا الحلم إن شاء الله. أبشر أم أحمد إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله، حياكم الله. شكرا. يا مرحبا. شكرا. يا مرحبا حياك الله. نعم. نعم إخوان كرام، فقلنا كما أسلفنا في يعني قبل قليل أنه هذه الآيات لها دلالات، وأحيانا مثلا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، ممكن أن يردد هذه الآيات أحيانا. يعني الله عز وجل وهب زكريا الذرية في عمر يعني كان كبير السن وكان زوجته عاقر، وكذلك إبراهيم عليه السلام فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فإذا أحيانا ترى أنك تردد بعض أقوال الأنبياء في سور القرآن الكريم فيما يخص الذرية، وخصوصا قول إبراهيم عليه السلام أو زوجة إبراهيم عليه السلام أو مثلا زكريا عليه السلام، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فهذا ماذا يدل؟ هذا يدل على بشارة خير في حقك عاجلة أم آجلة، يرزقك الله من حيث تحتسب أو من حيث لا تحتسب. نعم معنا اتصال. أخت أم أحمد من الموصل تفضلي. تفضلي يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أم أحمد من الموصل معك خالد الشيخ. نعم تفضلي يا أم أحمد. نعم الشيخ قبل فترة حلمت أني حلمت ان زوجي متزوج علي دائما حلم هذا الحلم. نعم. فحلمت يعني بس ماكو عروس، بس حلمت انه لابس خاف يعني وشارب عرس وملام عندنا لكن ما. طيب نعم. شو تفسيره؟ زين ام احمد، هو زوجك دائما يتكلم بقضيه الزواج من ثانيه بالواقع؟ لا كلام لا كلام لا لا لا. يعني مو لا يكون جاد بي يعني من باب المزحه من باب الطرفه ما يتكلم بهذا الموضوع؟ لا 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 ما عمر ابد ولا ممكن هالموضوع انت بالواقع تتحسسي. نعم عفوا. نعم لا بس حضرت الشيخ هو عنده يعني هو عنده يعني شيء شاب فكره هو يريد يعني يقدم على وظيفه وهذا دائما احلم انه يعني انه راح يصير هو من هالقبيل هذا تجينا احلام. طيب هو يعني خريج بس ما موظف؟ لا هو موظف ولكن عنده مشروع بباله انه يعني يصير يعني احس كذا عام يريد يكتب بابك. نعم طيب خير خير ان شاء الله. هي مو بالضروره دائما يعني الزوجه الثانيه في الرؤيه تكون تدل على الزوجه، احيانا تدل على يعني المهنه على الحرفه على الوظيفه. خير ان شاء الله تسمعين الجواب ان شاء الله، حياك الله يا ام احمد. يا مرحبا حياكم الله حياكم. نعم فقلنا هذه الايات تحديدا هي فيها بشاره ليس بالذريه فحسب، وانما مع يعني مع تعذر الأسباب ومع وجود الصعاب ومع يعني إغلاق الأبواب أبواب الأسباب المتاحة بين يديك، يعني مع تعذرها أن تكون هنالك يعني أن تكون هنالك ذرية، أحيانا يكون الرجل يعني عقيم أو تكون المرأة أيضا لا تنجب أو يكون كلاهما لا ينجب، لكن القضية عند الله عز وجل، الأرزاق موزع، يهب الله عز وجل لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، القضية مشيئة الله عز وجل، هي أرزاق مقسمة، وما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب وتسعى في طلب هذا الرزق، فإن قدره الله لك
فكن شاكرا، وإن لم يقدره الله عز وجل لك فكن صابرا، فإن الله لا يختار لك إلا خيرا. لكن حين ترى في الرؤيا أنك تردد هذه الآيات فهي بشارة لك بالذرية رغم إغلاق الأبواب وتعطل الأسباب ووجود الصعاب، أن الله قد يقدر لك بفضله عاجلا أم آجلا الذرية. وقد يكون هذا الأمر لا يدل على الذرية لكنه يدل على رزق من حيث لا تحتسب. نعم، معنا اتصال. أخونا محمد من الموصل، تفضل. تفضل أخي محمد، حياك الله. تفضل أخي. نعم، نأسف من الأخ محمد، قطع الاتصال. نعم، هذه الآيات تدل على ذلك، تدل على رزق، والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مفاتيح الفرج بيد الله، والمخارج من كل ضيق بيد الله، والأرزاق من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب بيد الله. يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي أبو عبد الله، تفضل. الشيخ أنا عندي مريض في الرؤية. نعم. واحد سحب لي يدي خلي السماء، ففتحت السماء هناك. لحظة أخي، لحظة أبو عبد الله، أمك شنو شافت بالرؤية؟ نعم نعم. نص التلفزيون، نص التلفزيون على الجوال. هذا واحد الرسول عليه الصلاة والسلام وواحد جبريل. صوت ما واضح أخي أبو عبد الله، ممكن نص التلفزيون تسمعنا من الجوال؟ ألو شيخنا؟ نعم. هل تسمعني شيخ؟ نعم تفضل. نعم شيخ، والدي ما يقول يقول شهد الله السعادة من قبل السماء، فهو في السماء فتحت السماء فقالوا لي جدتي قاعدين، قالوا لي هذا واحد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وواحد جبريل. يعني هي شنو شافت؟ يعني شافت شخصين بالسماء وبعدين قالوا لها هذا واحد جبريل وهذا واحد يعني هي وين شافت صورتهم بالسماء؟ نعم. زين، هي وصفت لك صورة النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية؟ يعني هي اللي شافتها في واحد شاهد من يدي والثاني صار يد السماء. نعم. طيب ابشر. خير ان شاء الله. خير اخي ابو عبد الله، حياك الله. ابشر، تسمع الجواب. يا مرحبا، حياكم الله. نعم. نعم اخوان الكرام، فقلنا أنه أحيانا ترى آيات أخرى أيضا فيها دلالات وفيها بشارات أو فيها دعوة لك أن تدعو بهذا الدعاء أو أن تحافظ على هذا الدعاء أو أنك أصلا تدعو بهذا الدعاء، فهي بشارة لك على الثمار العاجلة والآجلة وعلى الخير الكثير الذي ينتظرك لأنك تردد هذا الدعاء، كما هو الحال فيما ذكرناه في دعاء مثلا يونس عليه السلام أو في دعاء إبراهيم عليه السلام أو موسى أو مثلا دعاء يعقوب عليه السلام، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الإنسان في أحيان كثيرة يكون في حزن، يكون في هم، يكون في غم، فلا ملجأ له إلا إلى الله. نعم، معنا اتصال. الأخت شهد من الديارة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شيخ أنا شفت بالحلم. نعم. شفت بالحلم وبالليل قبل ما أنام صليت استخارة. نعم. وأنا كنت يعني عندي شغلة همتني بشكل وضايقت واستنجدت بالنبي محمد، قلت أنا ما أريد غير من اللي خلق رب العالمين الكون كله من أجله ينجزني من هاي الشغلة. نعم. فشفت بالحلم أنا بيت أهلي، بيت أهلي قبل يعني طفولتي كنت فيه. نعم. وبوقت على صفحة اليمين واقفة بالباب مالهم، بوقت على اليمين من صفحة منا شفت رجال شيخ يعني كبير لحية بيضاء ولابس لبس يعني مال قبل. نعم. وبصفة وبإيده سبحة.
قاعد ويسبح بها. رجعت من الصفحة الثانية شفت شخص هم نفسه ماما ورحية بيضا رجال يعني تشمرون بالسن. نعم. وبصفة قرآن وعصاية. رجعت في ثاني انه شفت فد رجال كبير هم نفس لبسهم يعني هم ثلاثة مكبار بالعمر ورحية بيضا وماما يمشي وقطيع مع النعام قدامه. قطيع نعام؟ نعام. فمن يمشي من بعيد المسافة بينه وبينه بعيدة هواية كان يقول له إذا تمشين تطلعين وتمشين بالطين تمشي بشكل سريع بحيث أن رجلك لا تروح بالطين تطمس يعني مسافة بعيدة وأنا سمعته فشي يقول له إذا طلعتي وجو مطر للطين تمشي سريع عن مود لا تروح رجلك هذا بالطين فواقفة باب ما يخفى تكرم أجل الكلاب جن كلاب اثنين كلاب يعني نعم إيه فهذا الجن ما يدن يعني تأذن عليه بس هيك يسوى بدلهم هذا واحد من هذول الشيوخ اللي قاعدين اللي يمنا القرآن والعصاية نعم كان يركض من يمنا كان يعني يفد مسافة بعيدة يركض وراهم إلى أن الدخل من يمي نعم فعاني قلت لك بني الشيخ استنجدت بني بمحمد يعني فتشغلة كانت مضايقتنا تعرف الناس الحين الله يعينهم نعم معلوم فمنت آني فهو سوى بعدهن عني فد مسافة بعيدة نعم وابنهم إذا تسمح لي يقول ابن حلم آني هم أنا دروح البيت خالي وفد سيارتي تاخذني بها وذبتني باب بيت خالي يقول لما ضاعت فد رجال قاعد بيها قلت له انت منو قال اني ان بلوط خلصتك قال انا منو جبتك. قال اني ان بلوط خلصتك اني جبتك وحطيتك باب بيت خالك يقول فاني كنت خايف قال لي بعد لا تخاف انت وصلت خير ان شاء الله نعم وشيخنا يعني أتمنى من عندك فد يوم تحكي على القطيعة بين الخوان نعم إن شاء الله برنامج يعني تحكي على القطيعة أنا صليت وتواصلت ويا أخواني بشكل يعني أخاف من القطيعة وتعرف أنت هذا الزمان هو دا يروح على نهاية صحيح نعم وحاولت بكل الطرق أتواصل لهم بس ما يوصلون فأني صليت رب العالمين قلت له يا ربي سامحني أنا يعني مريض قطيعتهم مو مريضهم يعني أنا شو أسويهم طيب أبشر يا أخت شهد إن شاء الله إن شاء الله حياكم الله يا مرحبا قلنا أحباب الكرام أنه يعني أحيانا في أحيان كثيرة نرى آيات من القرآن الكريم أو سورة من القرآن الكريم تكون لها دلالاتها في مجال التفسير والتعبير لا أقصد قضية الدعاء أو الرجاء أو الثناء فحسب وإنما في مواطن كثيرة ومشاهد كثيرة لكن أخذنا موضوع الدعاء على سبيل المثال كما قلنا في قول يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أحيانا الإنسان يشرق في هذه الدنيا ويغرب ويذهب ذات اليمين وذات الشمال ولا يدع بابا إلا طرقه من أبواب المخلوقين وفي نهاية المطاف يفكر أن يفزع إلى الله وأن يلجأ إلى الله وأن يعتمد على الله وأن يفوض أمره إلى الله والصواب هو أن يفعل ذلك من أول المطاف من أول المطاف أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من الذي يجيب المضطر؟ الله عز وجل من الذي يجيب الدعاء؟ الله من الذي يحقق الرجاء؟ الله من الذي يشفي من الداء ويعافي من البلاء؟ الله من الذي يرد الغائب سالما معافى؟ من الذي يطلق الأسير؟ من الذي ييسر العسير؟ من الذي بيده المشيئة والتدبير؟ من هو اللطيف الخبير؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى فلا بد أن نحسن الدعاء ونحسن الرجاء ونحسن الثناء ونحسن الظن برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى عند ذلك يحقق الله عز وجل لنا كل ما نصب إليه ونتمناه فأحيانا يأتي قول يعقوب عليه السلام في الرؤيا حين ترى أنك تردده إشارة لك أن تفزع إلى الله وأن تلجأ إلى الله ولا تلجأ إلى أحد سواه معنا اتصال أخونا باسم من صلاح الدين تفضل السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي الحبيب يا مرحبا الشيخ أنا عندي أخويا مفقود نعم فرج الله عنه إن شاء الله فرج دائما نعم. أحلم به نعم يعني الفرح نعم وما أعرف يعني أحلام كثيرة خربطة. يعني بالرؤية غالبا شنو شوفه طالع من المعتقل او من السجن برا برا يا اشوفه دائما يعني
يقول يعني انا جاي لكم ولا يعتقبونها مالوم لا يقول انا جاي لكم يقول انا جاي لكم ان شاء الله خير خير ان شاء الله اربع سنين لا حول ولا قوة الا بالله نسأل الله ان شاء الله ان يفرج عنه فرجا عاجلا قريبا وان يسعد قلوبكم باستماع شملكم به ان شاء الله ابشر ان شاء الله تسمع الجواب اخ باسم حياك الله يا مرحبا نعم هذا اخواني الكرام على سبيل المثال مثلا يعني رؤية اخونا باسم ايضا احيانا ترى شيء يدل على الفرج بعد الشدة كما ذكرنا في سورة يوسف عليه السلام مثلا قول يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله فلا بد ان نلجا الى الله في احزاننا وفي افراحنا وفي كربنا وفي شدائدنا وفي الرخاء وفي الشده وفي الامن وفي الخوف في الصحه في المرض في السفر في الاقامه في اي حال من احوالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه يا غلام اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله نعم معنا اتصال نعم أم رحمة من الموصل تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله تفضلي يا أم رحمة ألو تفضلي يا أم رحمة معاكي نص التلفزيون أنا متصلة نص التلفزيون أم رحمة واسمعينا من الجوال نعم تفضلي نعم حلمت رجالان نعم ايه تقدم علي اول واحد واهدى لي طوق ورد بمكسر والضوء حار نعم والمثل يعني اشياء تمسك فيها نعم والله جاء هكذا مثل ما اشتاق الرجل يعني اهدى لي الطوق رجع راح وهذا الطوق الا انقلب على طوق اسم الله نعم ايه وبعدين كنت انا اركض امشي بساحه يعني ساحه يعني على شارع منبر بيوت وما اعرف ايش وخلاص نعم كنت تمشين في بيت يعني ولا قريب من بيت؟ لا لا يعني اشياء مثل مثل الصحراء هكذا وادي مثل الصحراء؟ ايه صحراء وكان اكو بيت؟ كان بيوت وشارع اقصد يعني بيت بالرؤيه لك يعني دخلتي بيت او اكو بيت؟ لا 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 نعم حضرتك متزوجه ام رحمه؟ ايه متزوجه نعم خير ابشري ان شاء الله ابشري تسمعين الجواب حياكم الله يا مرحبا نعم قلنا احباب الكرام ايضا احيانا في الرؤيا نرى يعني أمور فيها دلالات كما في قول يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فيوسف عليه السلام يذكر نعم الله عز وجل ويشكر الله عز وجل على نعمه ويسأل الله عز وجل أن يلهمه الشكر على هذه النعم وأن تكون خاتمة هذه النعم توفني مسلما وألحقني بالصالحين فوردت يعني مواطن كثيرة في سورة يوسف عليه السلام على لسان يوسف عليه السلام وعلى لسان يعقوب عليه السلام فيها من الدعاء وفيها من الرجاء ما فيها فإذا رأيت في الرؤيا أنك تسمعها أو أنك تقرأها أو أنك ترددها ففيها إن شاء الله إشارات خير من ضمنها على الفرج بعد الشدة وعلى اليسر بعد العسر والله تعالى أعلم نعم نستأذن بفاصل ثم نعود إليكم للتفسير والتعبير فانتظرونا حياكم الله حياكم الله من جديد كان معنا مجموعة من الرؤى كان أولها رؤية للأخت أم حسين من الديالة تقول كثيرا ما أرى جدتي تأتي في المنام تطلب مني ماء تطلب مني ماء قلنا أنه يعني كثير من الناس يعني يتذمر أو يتشائم من رؤية الأموات لكن غالبا ما تكون رؤية الأموات يعني فيها خير وفيها بشارات طيبة وفيها إشارات مباركة لكن تبقى هنالك الفرق بين ما يأخذه الأموات وما يعطيه الأموات من حيث الدلالات في مجال التفسير وفي مجال التعبير على العموم يعني ما يطلبه الأموات
أحيانا يدل على حاجتهم، أو هو تذكير للأحياء بحق من حقوق الأموات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرى أنه مما يلحق الميت بعد موته، ذكر منها بئرا حفره أو نهرا أجراه، ذكر منها يعني صدقات الماء، وخصوصا الصدقات الجارية، لأنه من أفضل الصدقات أجرا وأعلاها منزلة وأكبرها فضلا هو سقي الماء، سقي الماء في حق الحي لنفسه، أو أنه يهدى ثواب هذا الماء للأموات. فيعني يا أختنا أم حسين الله يحفظك من ذيالة، يعني رؤية جدتك في هذه الرؤية وأنها تطلب منك الماء كثيرا ما ترين هذه الرؤية، هي تذكير لكم بأن تتصدقوا عنها بما تستطيعون من الماء. وهذا لا يعني إلا أن نكلف أنفسنا فوق الطاقة، بل ربما حتى ولو كان قليل من الماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لا تحقر حسنة فأنت لا تدري بأي حسنة تدخل الجنة، ولا تحقر سيئة فأنت لا تدري بأي سيئة تدخل النار. فالأموات حين أفضوا إلى ما عملوا وذهبوا إلى قبورهم انتقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء. نحن نستطيع أن نتصدق وهم لا يستطيعون أن يتصدقون، نحن نستطيع أن نصلي هم لا يستطيعون أن يصلون، نستطيع أن نقرأ القرآن هم لا يقرؤون القرآن. فإذا ماذا ينفعهم؟ ينفعهم أعمالهم التي قدموها في حياتهم، وينفعهم صدقات الأحياء عنهم. فنستطيع أن نتصدق عن جدتك يا أم حسين مثلا بالماء، إما حب ما المي ما نسميه بالعامية، أو جرة مي، أو ترمز مي نخلي مثلا يمي الباب عند باب البيت أو عند باب المحل، أو مثلا براد مي حتى نخليه بداخل البيت حتى نسوي له الصيانة كل فترة ونطمئن أنه دائما فيه ماء وأن الماء فيه بارد، ونخلي من يمه مثلا حنفية للخارج على جهة الشارع، أو نخلي في مسجد أو في دار للأيتام أو في جامعة أو في مدرسة. ما نستطيع أن نفعله من ذلك إن شاء الله نؤجر عليه، وأن تعذر كل ذلك. فتوفير الماء حتى لأهل البيت أحيانا، يعني ربة البيت أو ربة الأسرة يعني حتى لا توفر الماء حتى لأهل البيت، يعني مع وفرة الماء في الإسالة ووفرة الماء في فلتر الماء يعني متوفرة الكمية، لكن عند وضع الطعام الإفطار الغداء العشاء الماء غالبا يكون غير متوفر، حتى يبلغ الإنسان مبلغ من العطش أو يغص في طعامه أو كذا يطلب الماء يأتيه الماء، ما عدا ذلك الماء غير متوفر. نحن لسنا في بلاد مثلا قليلة الماء، فنحاول أن نوفر الماء بنية الصدقة. ما يأتي به صاحب المنزل لأهل بيته من الماء هو مأجور عليه، يعتبر صدقة. ما تقدمه ربة المنزل لأهل البيت من طعام ومن شراب هي مأجورة عليه. وإذا نوينا أن يوصل الله ثواب ذلك إلى أمواتنا، فلا شك أن لهم نصيبا من ذلك وافرا وكبيرا من هذه الصدقات بما فيها الماء. والله تعالى أعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى في اللقمة يجعلها أحدكم في فم امرأته صدقة. ويقول عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته على فقير، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أم حسين أيضا من ديالة تقول أنها رأت في الرؤيا أنها مع مجموعة من النسوة، فرأت شيخا يلبس ملابس بيضاء وأعطاها قلادة، يعني ألبسها قلادة في رقبتها، وقال لها: هذه القلادة يعني أمانة، متى ما أردتها ترجعينها. فنقول يا أختنا أم حسين، القلادة أصلا هي تدل في أحيان كثيرة على تقلد المسؤولية، على تقلد المسؤولية، على الأمانة التي هي في عنق الإنسان، كما قال الله عز وجل مثلا في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فكما أنه الأحكام الشرعية هي أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، كذلك أيضا المسؤولية، مسؤولية البيت، مسؤولية الزوج، مسؤولية الأولاد، مسؤولية التربية في البيت، مسؤولية التعليم وغير ذلك، كلها عبارة عن مسؤولية. فالقلادة تدل على تقلد المسؤولية، وأنك مسؤولة عن هذه القلادة التي تعني مسؤولية معينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني سيسأله الله عن رعيته. وذكر منهم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فتذكر يا أم حسين الله يحفظك من ذيالة أنه المسؤوليات التي جعلها الله عز وجل في عنقك في هذه الحياة
سواء كان فيما يخص العبادات، فيما يخص الزوج، فيما يخص البيت، فيما يخص الأولاد، فحاولي أن تصوني هذه الأمانات لأنك مسؤولة عنها يوم القيامة، والله تعالى أعلم. أم أحمد بن صلاح الدين تقول: رأيت في الرؤيا كأنه شخص كان يعني معه قرآن، أعطاني هذا القرآن فقرأت فيه سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك استيقظت على صلاة الفجر، علما أنه زوجها مفقود. نقول يا أختنا أم أحمد، يعني القرآن طبعا هو أفضل ما يهدى وأعظم ما يهدى، وقال الله عز وجل في حق يحيى عليه السلام: قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية. فيعني إهداء القرآن لك في الرؤيا وقراءتك لسورة الفاتحة، القرآن هو أعظم الكتب السماوية، ومن أعظم ما في القرآن فاتحة الكتاب السبع المثاني، حتى أن بعض العلماء قالوا يعني القرآن جاء خلاصة كل الكتب السماوية، وسورة الفاتحة كأنه جاء فيها خلاصة القرآن الكريم، وإياك نعبد وإياك نستعين جاءت هي كأنه خلاصة سورة الفاتحة، لذلك هي من أعظم ما يقرأ من القرآن الكريم، هي سورة الفاتحة من أعظم ما يستشفى بها، فهي الشافية وهي الكافية وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني وغير ذلك من الأسماء التي سماها الله عز وجل بها في كتابه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. يا أختنا أم أحمد، يعني هي فيها إشارة لك أن تبحثي عن السعادة وأسرار السعادة وأسباب السعادة في القرآن الكريم عامة وفي سورة الفاتحة بشكل خاص، إن كان عندك هم أو عندك غم أو عندك ضائقة أو عندك أسير أو عندك مفقود، كلما رجعنا إلى القرآن الكريم وعشنا في رحاب آياته وفي ظلال آياته وسوره تفسيرا وقراءة وتدبرا وتأملا وتفكرا، كلما عاد علينا ذلك بالسعادة والسيادة والريادة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب وقرة العين ورضا النفس، فالخير كل الخير في كتاب الله عز وجل. وأيضا على وجه التحديد سورة الفاتحة ومنها إياك نعبد وإياك نستعين، لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يعني كتب هذا الكتاب العظيم مدارج السالكين في منازل السائرين وفي مقامات إياك نعبد وإياك نستعين، عنده كتاب عظيم في بيان منازل العبودية التي كلها تندرج تحت هذا العنوان، عنوان إياك نعبد وإياك نستعين. فنسأل الله إن شاء الله أن يفرج عن زوجك فرجا عاجلا قريبا، وأن يجعلك من أهل القرآن حفظا وسماعا وتلاوة وتدبرا وعملا بأحكامه وتخلقا بأخلاقه. كان معنا الأخت أم أحمد أيضا من الموصل، ذكرت رؤيا أن ابنها أنها دائما ترى زوجها قد تزوج عليها، علما أنها لا ترى عروسا لكنه يلبس ملابس يعني خاصة بالزواج، أو أنه يروم الزواج، أو أن هنالك حفل للزواج إلى آخره، علما أن زوجها موظف لكنه يروم إلى ترقية أو الانتقال إلى وظيفة معينة. يعني هذا طبعا أنت يعني تسألين وتجاوبين يعني كأنه أنت حاولت تسبقين بالتأويل حتى أول تأويل يخص الوظيفة أو الحرفة وما يخص موضوع الزواج يا أم أحمد الله يحفظك. لكن مع ذلك أنا أقول يعني ما ذكرتي أنت هو صحيح والله تعالى أعلم، على اعتبار أن الزواج في الرؤيا من زوجة أخرى أحيانا يدل على الزواج وأحيانا لا يدل على الزواج، وإنما يدل على الرحمة والمودة بين الزوج وبين من تزوج منها أو تزوج منه في الرؤيا، لأن الله عز وجل قال: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ورحمة. في أحيان أخرى، وهذا هو الأقرب والله أعلم إلى زوجك، على اعتبار أنه هذا الموضوع يعني لا يفكر به عن قريب ولا من قريب ولا من بعيد، ولا يتكلم به ولا أنت تتكلمين به، وإنما الواقع هو أنه يبحث عن ترقية في وظيفته أو في الانتقال من وظيفة إلى وظيفة أخرى. فالزوجة أحيانا أو الضرة أحيانا في الرؤيا تدل على حرفة الزوج أو على وظيفته. أحد العلماء الصالحين في زمانه كان عنده مكتبة، لكنه كان ينشغل بهذه المكتبة كثيرا عن زوجته، حتى أن زوجته كانت تقول: هذه المكتبة أشد علي من ثلاث ضرائر، أشد علي. فكثير ما ينشغل الإنسان بعمله ووظيفته وحرفته عن بيته وعن أهل بيته، فترى الزوجة أن هذا العمل وهذه الوظيفة وهذه الحرفة تقوم مقام ضرة أو أكثر، أو مقام زوجة ثانية أو أكثر، لأنها تشغل زوجها عنها. فهذا يعني التأويل قريب من الواقع والله تعالى أعلم، ونسأل الله أن ييسر لزوجك إن شاء الله يعني وظيفة طيبة يأكل منها رزقا حلالا، وأيضا يعني يعيش يعني مع هذه الوظيفة بطمأنينة
ويرى أنها مناسبة له إن شاء الله في دينه ودنياه وأخرى، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يختار لكم الخير حيث كان، فنحن لا نعلم الغيب، الله يعلم الغيب سبحانه وتعالى. أخونا أبو عبد الله من الديالة يقول أن أمه رأت رؤيا كأنها رأت صورتين، هذا ما وصلني لأنه الصوت كان ضعيفا، كأنها رأت صورتين في السماء فسألت عنهما، قيل هذا أحدهما جبريل والآخر محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قضية يعني رؤية الملائكة فيها كلام للعلماء في مجال التفسير والتعبير، أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فعلماء أهل السنة والجماعة على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم واردة في المنام، وأنه من رآه في المنام فكأنما رآه في اليقظة لأن الشيطان لا يتمثل به. لكن العلماء على مذاهب في قضية هل يشترط أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجود في وصفه في كتب الشمائل والسيرة وغيرها، أم أنه يكون ضميرك في الرؤيا أن الذي رأيته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يخبرك الناس أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يأتيك في الرؤيا آمرا أو ناهيا أو زاجرا أو مبشرا كما يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. البعض يقول يشترط أن تكون المواصفات نفس المواصفات في كتب السيرة والشمائل، وهذا طبعا هو الأرجح والأحوط والله أعلم، والبعض الآخر يقول لا يشترط في ذلك. على العموم إذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وكان هو كما هو موصوف في كتب السيرة والشمائل فقد رأته أمك يا أخونا أبو عبد الله من الديالة. بقي ماذا حصل في الرؤيا؟ هل أمرها بشيء؟ هل نهاها عن شيء؟ هل بشرها بشيء؟ فهذا إن شاء الله خير. لكن الرؤيا في السماء ومع جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام الصحابة رأوه بصورة غيره، بصورة غيره كما رأوه عفوا بصورة أنه أتاهم كما ذكر سيدنا عمر رضي الله عنه في الحديث الذي يسميه العلماء حديث جبريل وهو حديث طويل، أنه دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الرأس لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد ما الإسلام؟ صلى الله عليه وسلم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أشراط الساعة، وهو في كل ذلك يقول له صدقت، كلما أجابه قال له صدقت. فقال الصحابة: عجبنا له يسأله ويصدقه. فلما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فبعض الصحابة رأوا جبريل عليه السلام لكن ليس بصورته الحقيقية، بصورته الحقيقية والله تعالى أعلم. لكن الربط بين صورة جبريل وصورة النبي صلى الله عليه وسلم في السماء أن هذه الرفقة كانت في الوحي، أن جبريل ينزل بالوحي من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما في السماء فكانت رفقتهم في رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم كانت رفقتهم في رحلة المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، كان جبريل مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم. الأخت شهد من الديالة تقول: رأيت في المنام بعد أن صليت استخارة وكنت مهمومة بأمر، هي يعني من النازحين والمهجرين، ثم توسلت بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الكرب الذي أصابني أو هذه الشدة التي أصابتني، ثم رأيت الرؤيا يعني كأنها رأت ثلاثة أشخاص، أحدهما عن يمين الباب باب بيت أهلها القديم، والثاني عن الشمال، والآخر يعني مقابلها، يعني كأنها رأت شخص ثالث أيضا، كل كان له أوصاف، أحدهما في يده مسبحة يعني يسبح فيها، والآخر في يده أو على مقر ومنه قرآن وعصا، والثالث حين اقتربت منها بعض الكلاب أجلكم الله هو تبع هذه الكلاب وأبعدها عنها وأوصاها أن تمشي أثناء المطر بسرعة حتى لا تغوص أقدامها في الطين، إلى غير ذلك. نقول يا أختنا شهد يعني عندنا وقفات، الوقفة الأولى في قضية التوسل والاستغاثة، فالعلماء تكلموا عن ذلك، فهنالك توسل مشروع وهنالك توسل ممنوع، فالتوسل بالله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى بصفاته سبحانه وتعالى بحبه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأعمالنا الصالحة وغير ذلك من أنواع التوسل المشروعة، وهنالك توسل ممنوع، أن نتوسل بغير الله عز وجل هو عند كثير من علماء أهل السنة هو توسل ممنوع، فالأولى أن نتوسل بالله عز وجل
وإذا أردنا أن نسأل الله عز وجل بأعمالنا الصالح نقول يا ربي بحبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحبك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالعمل الصالح الفلاني، بالصدقة الفلانية، بصلاتنا، بدعائنا، برجائنا، بتضرعنا إليك، بوقوفنا بين يديك، بخضوعنا إليك، إلى آخر ذلك مثلا. وهذا توسل مثلا مشروع، كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنه قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر مثلا المفروغ منه أو المتفق عليه في العبادات نتوجه إليه. الأمور التي مثلا فيها اختلاف أو مثلا الرأي الراجح في منعها أو في تركها فالأولى أن نتركها وأن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نفزع إليه، هذا يعني إن شاء الله من باب التذكير. الأمر الآخر أنك رأيت ثلاثة أشخاص، أحيانا الرجل الذي نراه في الرؤيا أحيانا يدل على عملنا، أحيانا يدل على عملنا، وأحيانا فيه إشارة لنا أنه أفضل ما يعني نعمله من أعمال لنتخلص من همومنا وغمومنا وأحزاننا هو هذه الأشياء. رجل رأينا في يده مسبح، وهي إشارة إلى ماذا؟ إلى الذكر، إشارة إلى الذكر، هي ليست عبادة، السبحة نفسها ليست عبادة، وإنما هي وسيلة للتنبيه أو وسيلة للإحصاء، وسيلة للإحصاء. نحن لا نرى أنها عبادة لكنها وسيلة تعيننا أو تذكرنا بالعبادات أو تحصي لنا الأذكار. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فنحن نسبح، نقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده بالأصابع، نعقد التسبيح أو مثلا بهذه السبحة. طبعا عقد التسبيح أو الأذكار بالأصابع هو أفضل، لكن لا حرج في استخدامها كوسيلة تنبيه أو كوسيلة إحصاء. المهم فيها تذكير لك يا أختي شهد بالإكثار من الذكر، لأنه من أعظم ما يزول به الهم ويرحل به الغم وتفتح به الأمور المغلقة والشائكة والمعقدة، هو أن نكثر من الذكر، لأنه من ذكر الله ذكره الله، وأعظم بها من منزلة ومن مكانة أن يذكرنا الله عز وجل. إذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الذكر. وفيها إشارة إلى ماذا؟ إلى القرآن، وهو أيضا من أفضل الزاد، من أفضل الزاد مهما كانت المحن ومهما كانت الفتن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وفيها إشارة أيضا إلى العصا، والعصا هنا تدل على الأخذ بالأسباب، أسباب القوة، أسباب المنع، أسباب الحماية. لذلك الله عز وجل قال عن موسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فأن نأخذ بالأسباب، أن نأخذ بالأسباب. أجلكم الله، الكلاب هي تدل على الأعداء كما قلنا بغض النظر عن نوع العدو، فقد يعني صناعة المعروف تقي مصارع السوء، أعمالنا الصالحة يدفع الله بها عنا من السوء ما يدفع، فلنكثر من هذه الأعمال الصالحة حتى يدفع الله عز وجل عنا السوء. هذا والله تعالى أعلم. لا أعلم كم بقي عندنا من الوقت. كان معنا الأخت أيضا شاهد تقول أن ابنها رأى في رؤيا، تمام الوقت انتهى يعني. نعم ماشي، الأخ المخرج انطانا دقيقتين، إن شاء الله نحاول نكمل بها، جزاك الله خير. هذه زكاة ولا صدقة؟ نعم تمام. الأخت شهد كان ابنها رأى رؤيا أنه يركب في سيارة وكأنه كان معه رجل أوصله إلى مكان آمن، قال له من أنت؟ قال أنا نبي الله لوط عليه السلام. أقول السيارة تدل على المسير والانتقال من حال إلى حال، وحب الإنسان للصالحين بما فيهم الأنبياء والأولياء والعارفين إن شاء الله يشفع له عند الله عز وجل، لأن المرأة يحشر مع من أحب، وهي بشارة على الانتقال من حال إلى حال والفرج بعد الشدة، والله تعالى أعلم يا أختنا شهد. فيما يخص الأخ باسم من صلاح الدين يقول أخي مفقود أراه في الرؤيا كثيرا أنه يأتي ويقول أنا آت إليكم أو أنا راجع إليكم، علما هو مفقود من 4 سنوات. أقول يا أخونا باسم هذه الرؤيا ليس فيها إشارات إلا بالفرج بعد الشدة، حين ترى إنسانا سجين وهو خارج السجن مقيد وهو قد أطلق من قيده بعيد وقد عاد إلى وطنه أو إلى بيته، فهي بشارة بالفرج بعد الشدة، ونسأل الله أن يفرج عنه فرجا عاجلا قريبا. أخيرا أم رحمة من الموصل تقول رأت في الرؤيا كأنه تقدم لها رجلين، هي متزوجة، شخص قدم لها يعني 3 وردات حمراء
والشخص الآخر قدم لها طوقا من النعناع، ثم بعد ذلك تحول إلى لفظ الجلالة، إلى لفظ الجلالة. نقول يا أختنا أم رحمة، والله تعالى أعلم، إن شاء الله هذه الزهرات الثلاث هي ثلاثة أرزاق أو ثلاثة هبات أو ثلاثة عطايا، قد تكون بنات يعني ذرية، وقد تكون الهدية الأخرى من الرجل الآخر تدل على ولد، والله تعالى أعلم. وكون الطوق النعناع تحول إلى لفظ الجلالة قد يدل على أن هذا الولد فيما بعد يعني يحمل كلام الله، أو أنه يحفظ القرآن أو شيء من القرآن. هذا التأويل يعني أولي، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يكون ذلك، أن يرزقك إن شاء الله ذرية صالحة طيبة مباركة من الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، هذا والله تعالى أعلم. بهذا ننهي حلقة اليوم بعد الإجابة على الرؤى التي وردتنا، ونشكر أخونا المخرج على ما أعطانا إياه من زيادة في دقائق الحلقة. حتى نلقاكم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.